انتهاكات واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية بتقوم بيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بالاعتداء الغاشم على المدنيين في قطاع غزة، حتى وصل الحال لأنها بتنبش القبور الجماعية في مستشفى الشفا بغزة وبتسرق جثامين الشهداء. خلينا نتعرف على المشهد أكتر. معانا السيد عمر الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، حضرتك سمعنا؟ صباح الخير، عم بقول صباح الخير. يا أهلا يا أهلا بحضرتك. جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم قوات الاحتلال، لهذه الدرجة يخشونهم أحياء وأمواتا؟ نعم، هذه إسرائيل يا سيدي التي قامت من رحم التطهير العرقي والنفي والتاشيب، هي قامت كدولة دولة لقيطة دور وظيفي مهمتها نفي الشعب. لنعود للتاريخ للوراء قليلا، ما هو شعار الحركة الصهيونية؟ أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبالتالي جاءت لتنفي الشعب العربي الفلسطيني، لتبيد الشعب العربي الفلسطيني، وهي منذ أن قامت ووجدت أو أوجد الغرب الرأسمالي هي بهذه بهدف القيام على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني ونفيته، وأيضا بتفتيت العالم العربي وتمزيقه ونهب ثرواته وخيراته. ولهذا السبب قال بايدن في 86 وأعادها قبل أيام في حرب الإبادة المفروضة على محافظة القطاع، أما إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدتها. بالتالي هذه الدولة مهمتها أن تنفي الشعب العربي، أن تعمل على إباثته، على استباحة الدم، وعلى استباحة أرضه، على استباحة تاريخه وميراثه والثروات وحقائقه الحضارية والثقافية والإنسانية. وبالتالي ما يجري في مستشفى الشفاء من نبش للقبور والبحث عن أي ملمح من ملامح الحياة لإباثته، هذه هو وظيفتها وهذا هو دورها، وهذا ما يعكس همجيتها وفاشيتها، ويدلل باليقين القاطع وبالشهود وبالإثباتات أن هذه الدولة ومن فوقها وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب جرائم حرب إبادي ضد الشعب العربي الفلسطيني. أستاذ عمر، بكل تأكيد همجية ووحشية وبربرية وعودة حتى إلى عصور الظلام. حتى لو تحدثنا عن العقاب الجماعي للغزوية، وحتى لو تحدثنا عن الإبادة الجماعية لأهل فلسطين، لكن يعني فكرة حتى نبش القبور، يعني لماذا قد يفكر أو تفكر قوات الاحتلال في نبش القبور؟ إيه الاستفادة؟ هي تحاول أن تبحث عن أولا مقاتلين من أذرع المقاومة تستهدفهم، ثانيا تبحث عن أسرى الإسرائيليين، أيضا تعتقد أن في هناك أسرى إسرائيليين قد دفنوا بين الأموات. وبالتالي هي لديها هدف، وليس يعني فقط لمجرد النبش، إنما هي تقوم على نبش كل الشعب العربي الفلسطيني وإبادته، ولكن الهدف الأساسي يعني هو البحث عن شخصيات محددة من المقاتلين الفلسطينيين وعن أسرى إسرائيليين تعتقد أنهم موجودين بين الجثث. يعني بناء على حديث حضرتك يا فندم، يعني هل قوات الاحتلال أخذت عينات من كل الموتى في هذه المقبرة الجماعية داخل مجمع الشفاء؟ نعم تبحث عن الدي ان ايه عن جنودها وعن ضباطها وعن أسراها وايضا عن المقاومين الفلسطينيين محددين تبحث عنهم. إضافة لذلك كما يعلم الجميع، هي أخذت جثامين عدد من الشهداء من مستشفى الشفاء ذاته وأثرتهم، أثرت الجثامين للمقايضة عليهم لاحقا. أثرت الجثامين للأسرى.
نعم أخذت جثامين، خطفت جثامين من المستشفى من غير مكان للمقايضة عليهم في عملية التبادل لاحقا. لكن تقايض مين عليهم؟ لأنه مع الوقت أكيد مش هيعرف هذه جثامين مين. لا، من خلال عملية البحث في الدي ان اي ممكن أن يفرزوا بين بين الجثامين وشخصياتهم وخلفياتهم الخطيرة، لكن الهدف هو الأساس هو يعني عملية التبادل. وأيضا كما نعلم هم يعني تجار، هم يتاجروا في الأعضاء، في أعضاء البشرية، هناك عدد منهم من حخامات ومن غيرهم من الضباط ومن تجار الأعضاء البشرية ممكن أن يعبثوا بأعضاء، يعني قد يكون الغرض التجارة في الأعضاء، هذا واحد قد يكون الأهداف. طيب أستاذ عمر، يعني لأي مدى هذا السلوك، وهذه الحادثة الحقيقة يعني ما لهاش وصف الحقيقة، لكن لأي مدى ممكن تكون محاولة لإخفاء فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي، فكرة الادعاءات اللي روج ليها أنه عن وجود مسلحين المقاومة والرهائن أسفل مستشفى الشفاء؟ هذا أيضا عامل إضافي. نعم، هي تبحث، ولهذا أنا ذكرت من البداية قلت أنها تبحث عن جثامين محددة من أذرع المقاومة. ثانيا، هي تبحث عن جثامين بعض الأسرى، لأنها تعتقد وروجت حزب هي ومن خلفها إدارة بايدن بأن هناك يعني مركز لقيادة أذرع المقاومة في المستشفى الشفاء، وأحضروا صورا ممنتجة بطريقة أزلية ومفضوحة وكاذبة أنه هناك مركز قيادي، وكشف وسائل الإعلام الغربي CNN وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكي والإسرائيلي كذب الإدعاءات الإسرائيلية. وبالتالي هي تبحث عن اللي تقول أن هذا المستشفى لم يكن مستشفى للجرحى وللمرضى، وإنما كان مركزا للقيادة، وهي جثامين أفراد أذرع المقاومة أو الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا موجودين في داخل المستشفى. طيب سيد عمر، هذه الفعلة ليست الأولى من قبل قوات الاحتلال في نبش القبور، ولذلك في لجنة لرعاية القبور والمقابر الإسلامية. هل ننتظر منها دور، ولا بما أننا شايفين أنه في عجز من قبل المنظمات الأممية فلن نستطيع أن نعول على دور لجنة محلية؟ يا سيدي العزيز، أنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من دول الغرب عطلت مهام المنظمات الدولية بدءا من مجلس الأمن، مرورا بالجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة بما في ذلك محكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الأممية التي تفرض تفوتها عليها وتحول دون قيامها. فالمنظمات الأممية مع كل احترام لها ولدورها الذي تقوم به، لكنها لم تخرج عن طاعة ورؤية الإدارة الأمريكية التي ما زالت تقبض على رأس النظام السياسي العالمي. وللأسف أن الأقطاب الدولية الأخرى لا تعتبر المسألة الفلسطينية وأولوية بالنسبة لها، وبالتالي يعني هي تتعامل بدون ضغوط حقيقية. فضلا عن ذلك، وأنا يعني آسف أني أقول أن الأشقاء العرب لم يستخدموا كل أوراق القوة المتوفرة في اليد العربية، وهي أوراق كثيرة، وآمل من أهل النظام الرسمي العربي أن يرتقوا لمستوى المسؤولية وأن يستحضروا ما اتخذوا جلالة الملك المرحوم فيصل بن عبد العزيز عندما استخدم سلاح النفط على سبيل المثال لم حصل. وبالتالي نحن أمام لوحة
يعني سريالية وخطيرة ولا تقبل القسمة على قانون دولي ولا على تأكيد. أي معيار من معايير الحقوق والحقوق الإنسان. بكل تأكيد. يعني نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني. نشكرك يا فندم جزيل الشكر.